هاتي جويت سؤال هاتي انا بغيت نسولا عليها هي هي واش فاتي تعاشت شي فتره ديال الاكتئاب وكيفاش دارت باش خرجت منه وي عشت فتره ديال الاكتئاب صعيبه بزاف لان كان زوجي اللي كان مرض وكان دوز مع عامين في المستشفى وجافي 3 بيبي ثلاثه الوليدات صغار ويعني عشت ديبريسيون بجميع الانواع ديالها كاملين يعني كاع داكشي دونك انا يعني حتى ملي كيحس بيا المريض تنحس داكشي اللي كيعاود لي لان داكشي حسيتو وعشتو ليله نهار لسنتين واللي اللي عاونني في العلاج جوستومون هو كنتي بسيكولوج كنت بسيكولوج بسيكولوج بنادم حتى هو راه يقدر يمرض اللي عاونني هو جوستومون انني مشيت شفت انا ام بسيكولوج دونك هذاك الشيء اللي عاونني بشويه 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 الحمد لله خرجت من يعني من هذيك لا بيريود اوكي دونك مشيتي دابا انت بلاتي دابا انت في هذه اللقطه هذه حسيتي راسك بسيكولوج لا شويه حاتم حس راسو بسيكولوج هذاك هي الحيطه نعم وي بيان جو نوت بلاتي بصح هي خليك ما خليك بلاتي عندي شوفي خذ راحتك تكاي زعما انت واخا بسي دونك تو لو بوزوان انك تمشي تشوف اون كوليك ديالك يعني ما داويتيش راسك براسك ميم سي تو عندك لا تكنيك وعندك بلوز او موان لا حنا ما عندناش بعدا نقول لك واحد الحاجه لي بسيكولوج اون جينيرال ما عندناش واحد الحاجه سميتها العقده اون ني با نارسيسيك حنا اون ني با فلا توت بويسونس حنا ما عندناش مشكل مرات غنمشي نهضر مع كوليك ديالي حتى جيت مساعده غنهز التليفون حنا اون ني دون لو بارتاج الوقت اللي الانسان كيكثروا عليه الضغوطات بحال اللي وقع لي انا ما كتبقاش عندك القدره باش تفكر حيت داك الشيء تيكون كثير بزاف دونك من الاحسن انك تشوف شي واحد اللي يعالجك تخيل ما بسي جالس مع بغي يداوي راسو بوحدو ياك زعما بسيكولوج حيت تنعرف انا دي كوافور تيحسنوا لراسهم شاب كوافور بسيكولوج تكلم كيتكلم معايا عاودي شويه الطفره ديالك بوحدو بوحدو واخا